Le souvenir qui m'a marqué, il y a واحد النهار mon père الوالد داني بطوموبيل سباته واحد اللي هي كانت واحد المظاهره في سباته اللي هو واحد الدرب شعبي وكانت واحد لا ريبرسيون قوي بزاف كان واحد البوليس بزاف وكان بنادم كلا العصا ديال بصح وعمري ما ننسى كيفاش الوالد فهمتي ما بقاش وهرب وبقيت نفكر في ديك الناس شو غادي وقع عليهم علاش كانوا خارجين وهذا وقع له هو لو سوفنير اللي خلاني اللي كيما ماركي وخلي عمري ما ننسى 20 فبراير وقلت مع راساتي بانه انا ما نكونش بحال الوالد انا ما غاديش نهرب. سميت حمزه اليو 20 عام طالب في كليه محمديه في القانون العام وعضو في المكتب الوطني ديال اتحاد الطلبه من اجل تغيير النظام التعليمي. قبل من 20 فبراير كنت بحال اي سيتويان في المغرب ما كانش لا علاقه بيا بشي سياسه ولا شي حاجه. كنت بحال انا اي ادوليسون ديال 15 عام في المغرب ما مسوقش ما عارفش ما على بالوش. حنا شباب مغربي كنبغيو هاد البلاد وكنناشدو التغيير والكرامه. هاد المطالب ديال 20 فبراير كانت مشروعه بزاف المطالب اللي كانوا ما تسمعوش كان واحد لافونس بالنسبه للدستور الجديد عندك الامتياز الامازيغ واخا ما كاينش لا لو اورغانيك ولا بالنسبه للمساواه الام فام ولكن مازال ما شفنا واحد التطبيق فعلي في لو تيران داكشي كان واحد لو شونجمون دو فاساد سطحي بالارقام في المغرب الخصصة ديال التعليم غدا كطلع من 2000 لدابا وصلنا من 4 إلى 15%. اليوكس تعتبر واحد لورغانيزاسيون بوز 20 فيفري اللي هي واحد الشباب كانوا في 20 فبراير اللي ما كانش عندهم واحد لا مارج داكسيون وخلقوا واحد لور اورغانيزاسيون اليوكس اللي خدامه على واحد لو سيكتور سبيسيفيك اللي هو ليدوكاسيون مي عنده توجور علاقه ب 20 فبراير حيت الناس اللي كانوا عندهم واحد لا فورماسيون بوليتيك اللي اكتشفوا الواقع ديال المغرب اترافير 20 فبراير كملوا الخدمه في اليوكس. ابتداء من 26 نوفمبر شاركوا في دعم الانتفاضه الطلابيه والتلاميذيه من اجل تغيير النظام التعليمي في المغرب. خذوا ورقه وستيلو وعبروا على الدعم ديالكم للانتفاضه الطلابيه والتلاميذيه في المغرب. صيفطوا تصويرشكم مع الميساج ديالكم لاباج اوفيسيال ديال اليوكس. بالنسبه ليا اليوكس كانت كاع داكشي اللي ما قدرتش نعيشو في 20 فبراير كاع داكشي اللي ما قدرتش نحقق تنحاول نوصل ليه اترافير اليوكس. وعلاش انا تناضل اوسان دو اليوكس؟ حيت انا طالب وتا انا تيقيسني هادشي كامل تا انا فاش ديت الباك ديالي كان عندي صعوبات ندخل المدارس العليا تا انا تنعاني من المشاكل اللي كاين في لافاك تا انا تنعاني كل نهار بلا كونديسيون ديتوديون ديالي. بزاف الناس في المغرب الحلم ديالهم هو يخرجوا من المغرب. انا جو بونس كو واحد من الاحلام ديالي هي نتفورما كانسان ديجا يكون عندي بوست ماشي بوست مي اون فورماسيون حيت في المغرب تيامنوها بلي ديبلوم وتيامنوها بشكون هذا شكون هذا باش فغيمون نقدر نسمع صوتي ونكون اكتور في هذا لو شونجمون في البلاد.